الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل أولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فائق العقول، فائق العقول. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. لما حاجة بتضيع مننا بنزعل، سواء صغيرة أو كبيرة بنزعل. ليه بس؟ ليه ضاعت يعني؟ خصوصا لو كانت حاجة عزيزة علي، يمكن مش قيمتها المادية ايه، لكن المهم انه انا ارتباطي النفسي بيها قد ايه. تعال نشوف قصة لواحد فقد حاجات وصرف ازاي. ده القصة بتاعتنا مع كاهن ده اسمه أبونا فيلوباتير. أبونا فيلوباتير ده في يوم من الأيام كان راح صلى قداس، وبعد ما صلى القداس رجع على بيته. كان معاه شنطة صغيرة فيها الهدوم بتاعته، تونيا يعني البيضة والطيلسان البس على راسه، محطوطين في شنطة صغيرة. فهو نزل من العربية، فتح شنطة العربية الورانية وحطها فيها شنطة صغيرة وقفلها وطلع بيته. طلع بيته وتاني يوم نزل عشان يروح الكنيسة، فبيفتح شنطة العربية عشان يطلع الهدوم عشان يعني يستخدمها يعني. فملقاش الشنطة، شنطة الهدوم، هدوم الكهنوت مش موجود. استغرب قوي، الله ازاي يعني؟ راحت فين؟ وبقى مش عارف يعمل ايه. وقف يصلي كده، ربنا اداله سلام وحس ان لا، ربنا مش هيسيبه. جه في ذهنه ان يمكن يكون حد شافه ان هو بيحط الشنطه، افتكر فيها حاجه معينه كويسه، كسر الشنطة العربية وخدها. جايز يكون حد ما شافوش بس بيلعب وعرف يوصل وملقاش في الشنطة العربية غير الشنطة دي خدها. المهم هي واحد وخلاص. قال أنا هتصرف. هي هتعمل إيه؟ سأل عربية وراح على الكنيسة. دخل الكنيسة ووقف قدام الهيكل وقال له يا بوسفين، ايه ده؟ انت ترضى انه هدومي تروح؟ ما هو ابونا فيلوباتير مرقرس يعني، فيلوباتير ابوسفين. فقال له يرضيك يعني؟ لا، شوف تصرف، دي الهدوم دي يعني لازم ترجع. الله، بعدين عيب، يبقى انا اسمي فيلوباتير وانت تسيبني كده يعني؟ تعال تصرف بقى. وقعد يصلي 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 واطمن بعد كده حاجة هتيجي ازاي، ما يعرفش، بس هو ده الإيمان اللي كان عنده. بعدين بعد كده تاني يوم هو جاي على الكنيسة، جه يدخل الكنيسة قبله واحد مسؤول الأمن واقف على الباب. قال أبونا اتفضل، دي أنا عارف دي بتاعتك أنت. قال له إيه دي؟ بص، لقى الطيلسانة اللي بتحط على الراس دي وعليها الطرحه مرتبطه بالطرحه وعليها صوره ابو سفين. فخدها كده قال له طب متشكر، طبعا عرف دي بتاعته. خد الطيلسانه ودخل على الهيكل قال له تشكر ابو سفين، تشكر ان انت جبت لي الطيلسانه، بس مرجع الطيلسانه بس ليه؟ عشان صورتك عليها والتونيا تضيع يعني؟ ده كلام برضو، انت ترضى بكده يعني؟ انا عايز التونيا. يعني انت تسيب التونيا؟ انا عايز التونيا تاني. ايوه، متشكر قوي على الطيلسانه، بس بقيتها
بقيت الهدوم حتى بقى يا ابو سفين مش كده يعني. وقعد يعاتب ابو سفين ويتكلم معاه بلجاجه كده وبدلت بنوه هتتصرف وجيبها لي بس. ومشي في خدمته عادي. بعد يومين من الكلام ده داخل هو على الاعترافات اوضته يعني، فبص لقى في مكتب سكرتاريه واحده سكرتيره قالت له ابونا، قال لها ايوه، قالت له في واحد جاب الشنطه دي، الشنطه دي دي شكلها بتاعتك يا ابونا. بص لقى التونيا، قال وبعد كده دخل الهيكل قال له شكرين يا ابو سفين، شكرين جبت كل حاجه. لا فعلا ده عشمي فيك ان انت فعلا ما بتسيبش ولادك الغلابه. وشكر ربنا وشكر ابو سفين عشان الصلاه بدله ومحبه بتعمل كل حاجه. ايه يا جماعه ده؟ ده في صداقه، في صداقه مع القديسين دي متاحه. عشان ابونا ده اسمه كاهن؟ لا ملهاش دعوه دي. اللي فينا عايز يصاحب على القديسين بيرحب بالكبير والصغير، بس مين فينا يتصاحب على القديسين؟ الصداقه مع القديسين بتخلي الانسان يعيش في السماء، مش بس عشان يلاقي الحاجه اللي ضايعه. ايوه الحاجه الضايعه كويس لما ترجع وده حلو قوي قوي، ولكن ده الصداقه مع القديسين تخليني انا مخي في السماء زيهم. هم بيعملوا ايه؟ بيصلوا مش كده؟ في السماء عندهم حاجه تاني؟ بس طب خلاص احنا كمان هنصلي زيهم، احنا هنبقى بنعمل زيهم، نحب الصلاه ونحب التسبيح، وهم بيحبونا قلبهم علينا، نخلي احنا كمان قلبنا على اللي حوالينا، نساعد الناس ونخدم الناس. يعني كل ما صاحب على القديسين ده بيخرجني من ذاتي، من انانيتي، يخليني احب الله واحب السماء واحب الصلاه واحب في نفس الوقت كل الناس اللي حواليا. الثقه في الصلاه تعطي الانسان طمانينه وسلاما مهما كانت الامور معاكسه، لان الله هو ملجانا حتى لو تزعزعت الارض وانقلبت الجبال الى قلب البحار. وعندما تصادق احد القديسين يصبح لك داله عنده فتعاتبه وتلح عليه، وهو يفرح بمحبتك ويرفع صلواتك إلى الله، فيستجيب الله ويعطيك ما تطلبه من ماديات حتى تتمسك به وتحبه وتشتاق إلى الوجود معه. اتصاحب على القديسين، مين شفيعك؟ اتصاحب، صاحب عليه، ده هو بيحب كده، ده هما بيحبوا كده عشان يرفعونا للسماء ويعملوا لنا حاجات صغيرة زي حاجة ضايعة يرجعوها أو مشكلة صغيرة يحلوها، عشان مش الحاجة دي، عشان إحنا نحب ربنا بقى ونقرب منه بقى أكتر ونتمتع بيه. يا ريت إن إحنا نغير تفكيرنا من دلوقتي. أنت ليك أصحاب أو جايز ما عندكش، ما أعرفش، حتى كان عندك أصحاب وأصحاب كتير، ممكن تصاحب الأولى على صديقك السماوي، على القديس صاحبك، على شفيعك يعني. اصاحب عليه، اصاحب عليه وشوف حياته ايه، اقرا السيره بتاعته، فكر فيها وتامل فيها، حاول انت تتعلم منه عشان تعيش زيه. هو قاصد كده، او ربنا قاصد من صداقتكم كده ان انت تبقى متمثل بيه، بتقتدي بيه، بكده انت بتمشي خطوات في طريق الملكوت. اصاحب عليه، خده معاك في كل مشوار، في كل مكان تروح فيه، قل له تعالى معايا، أنا صعب أمشي لوحدي، أنا بتعب وبقابل متاعب، شيطان بيحاول يوقعني في خطايا كتير، بس أنت جنبي هتسندني بصلواتك. وفعلا هتشوف، هتشوف ربنا بيعمل حاجات كتيرة خالص بشفاعة القديس صاحبك، دخله في حياتك. ولما تعاني من خطية معينة قل له تعالى صلي، صلي عشاني عشان أقدر أكمل جهادي، عشان ربنا يعرف عني الخطية دي. دخله في كل التفاصيل، لأن هو بيحب
انه يتصاحب عليك عشان يسندك، وبكده مش هتحس انك لوحدك ابدا. عارف الاكتئاب اللي بيجي للناس ما يقدرش يجيلك انت ليه؟ انت معاك صاحبك على طول بتتكلم معاه. لو كل الناس تفرقوا من حواليك، معاك ربنا ومعاك صاحبك وبتتكلم معاهم. وعلى فكرة هما بيعملوا كتير قوي قوي لما يلاقوا الإنسان لوحده، هما يصاحبوا بزيادة. ربنا يقرب منك ويخلي القديسين يقربوا منك عشان تتمتع وتحس إنك مش لوحدك. الإحساس بالوحدة أو العزلة اللي ممكن يعاني منه بعض الناس مستحيل يجيلك، لأنك أنت بتحب ربنا وبتحب القديسين. حب القديسين مش بس واحد، لو في أكثر من صديق شفيع ليك اتصاحب عليهم واتعلم منهم واطلبهم في كل وقت أنت محتاج له. واطلبهم مش بس في ساعة الضيقة، لأ، اطلبهم لما بتقف تصلي، قول عايز أصلي زيكم، تعالوا معايا. اطلبهم في كل وقت، في أوقات أفراحك كما في أوقات أحزانك، دخلهم عشان يتمتعوك معاهم. وكل ما هتزداد الصداقة هم هيقولوا لك كلام كتير، وساعات يبقوا زعلانين منك، أيوة عشان ينبهوك لغلط، أيوة انتبه بسرعة وارجع توب واطلب معونة ربنا، وهتلاقي القديسين رجعوا يطبطبوا عليك ويشجعوك. يلا يلا نتمتع بحياة حلوة، نعلو فوق الأرض ونتمتع بالسماء وإحنا لسه على الأرض بشفاعة القديسين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل ولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فائق العقول.